في بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ما زلنا في الامبرس. مين هيشوف الحلم ده؟ عيان عامل ايه؟ الفحص اللي انا بوريه ده، ايه الفحص ده يا شباب؟ دكتورة ده سي ده تي سيتي، كونترست ده سيتي نون كونتراست عادة. سوري ما سمعتك، ده سيتي نون كونتراست على ايه؟ براني هو ده سي تي على برين البرين والنك، نان كونترست سي تي في البرين والنيك والشيست تقريبا. مش وشست يعني. ماشي، وشست يعني لو افترضنا، لا مش وشست، عشان اقول الابر شست شيست لازم اكون شفت الدافرام والليفر. ماشي، الابر شيست او ده الابر الابر شست. ماشي طيب، ونستشف من ده ان هما كانوا بيعملوا ايه؟ هو كان برين الفيلد، تقريبا ما دوره تحت الفيلد ده كانوا بيعملوا سيتي انجيوجرافي للبرين. الفيلد ده يقول لنا ان ده بيعملوا سيتي انجيوجرافي للبرين، بس احنا هنبتدي الاول بالنون كونتراست. ماشي، وقولوا لي انتوا شايفين ايه. بس عاوز اظبط ده بالمره، يبقى شفنا الاثنين، اللي عاوز يشوف هنا يشوف، اللي عاوز يشوف هنا يشوف. هذا البرين اهو. ماشي، في ايه؟ احنا شايفين يا دكتورة في انترا كريم هومريج انترا في انتركولار هومريج بايلاترال يعني تمام، بايلاترال في اللاترال فينتريكل تقصد، انترا فينتريكولار، وده في وفي اللاترال. هومريج في هومريجيك اريا موجودة في الرايت فرونتال ريجون او الرايت فرونتال الانترا فينتريكولار في اللاترال فينتريكل، وفي السيرد فينتريكل كمان. ماشي، فاذا ده اكستنسيف، وحتى ايفن في الفورس. فعندنا اول حاجه اكستنسيف انترا فينتريكولار هيمورج، هو تقيس حاجه في البروجنوزس حاجه سيئه. تاني حاجه زي ما الدكتور عيبان بيقول انه عندنا كمان انترا اكزيال سريبرال هيمورج. لفين؟ في الفرونت، في الرايت فرونت، وصرنا ديما والدكتور عامل ميد لاين شيفت في كمان ميد لاين شيفت وعامله ميد لاين شيفت وسايزابل، وهنقيسها بقى وكل هذا الكلام. هل عندنا لسه هيدروكيفلس؟ يا دكتور تقريبا في البدايات ما يكونش يعني او حاجه بسيطه يعني مش لا، في شايف اللاترا، شايف في التمبرال وول، البوستيريور في التمبرال بوستيريور وول لما تيجي تعاوز تقرر اذا كان في هيدروكيفلس ولا لا، روح بص في التمبرال وول. فالتمبرال ما هورن ده كبير. انا طبعا بالظبط دلوقتي مش عارفه سنسيتيف سن العيان قد ايه، ممكن بكون احاول اعرف لكم سن العيان، بس هو واضح انه العيان سن صغير. سن العيان مش برضه مش عارفه جدا. anyway، طيب ما علينا، نرجع بقى، مرجعنا تاني للايه، للقصه بتاعتنا اللي هي ان احنا عندنا انترا فينتريكولار هنا، ونفهم من كده ان هم عشان كده عملوا الانجيوجرافي عشان يشوفوا الايه، ايه سبب السورس هذا بتاعه بالظبط، ايه سبب هذا الايه الهمة. ماشي، نبص بقى كده على الفحص بالراحه. عاوزه اعمل ايه؟ عاوزه انزل الصوره دي شويه. ما علينا، كده كويس. الدكتورة في تقريبا انوريزم موجود في في انوريزم انيوريزم، فتح الله عليك، فين الانيوريزم ده؟ دكتورة هو تقريبا جاي من الانتيرير كوميونيكاتنج ارتري من الايكوم. ماشي، ودي حاجة الانتيرير مهمة ان احنا نعرف من ده، من الايكوم. وهنعمل بقى ايه يعني، هو النهارده مش القصة قوي بتاعتنا هي الانيوريزم، وازاي نعلق عليه، وازاي نتوقع مكان الانيوريزم من ال وازاي نتوقع مكان الانيوريزم من ال من مكان الهيمرج. يعني اكتر المك مكان أكثر فيه من بلاد، اكتر مكان فيه بلاد هو اللي ايه، اكتر مكان فيه بلاد هو يبقى موجود فيه الايه، اللي نتوقع ان ده مكان الهيمرج اللي جاي من هنا. ماشي الحال. طيب، وده الانيوريزم اهو. في حد مش شايفه يا شباب؟ في حد مش شايف هذا الانيوريزم يا شباب؟ طيب، في حد عنده اي مشكلة تانية في هذا الفحص؟ نرجع بقى نجيب الفحص بتاع الانجيوغرافي من الاول. في حد عنده اي مشكلة في هذا الفحص؟ وهم عليك لا ليس احمر
في حد عنده أي مشكلة في هذا الفحص؟ طيب أعمل إيه؟ والله في سوري، شوف حد، يا دكتورة، يعني مش احنا شوف مش شوف عايزين نرد على حضرتك، بس ممكن نبص. شوف، هو في تيوب متركبة يا دكتورة؟ تيوب فين يا حبيبتي؟ في طبعا، ما ده عيان اي سي يو، هو ما فين يا عيان دكتور؟ بهذا الشكل متركب له ما ده دكتور كبير، اندوتراكيال ورايل، في سي في بي تقريبا. ولو في سي في ماشي، ده عيان اي سي يو برضه، برضه قصه ايه الاي سي يو وهنشوف فيها ايه. حد كاتب لي على الشات في الرايت فرونتال، ما قلنا دي رايت فرونتال هيماتوما وحواليها انيوريزم وحواليها اديما سو، ومكان الهيماتوما ده هو اللي يقول لنا انه ده القصه لها علاقه بالايكوم والانتيور سيريبرال والحته دي. ماشي، الكلام ده احنا قلناه من الوزاوت. ماشي، احنا شفنا الوزاوت الاول غالبا، غالبا هو في حد كتب كلام مظبوط جدا على الشاتنج، بس اللي ما شافش الشات يحاول يبص تاني. احنا دي يا شباب، ويوم ممكن ابقى اعمل لكم يوم طويل كده على الايه، على ازاي نقرا سي تي انجيوجرافي بتاعه البرين بره، بره الفيزنس. دايما من الحاجات الكومن ميستيكس في ان احنا لما نيجي نبص على انجيوجرافي، فحص انجيوجرافي اما ار اي ولا سي تي انجيوجرافي، بيبقى كل همنا على الفيزن. لكن انتم شايفين هذا العيان عنده ايه؟ هو برضه فيزن بس عنده بايلاترال بالمونري امبوليزم. انتم شايفينهم؟ طيب حد يتخيل سيناريو كده، وعندنا كمان بارينكمال تشينجز جوه الايه، عندنا كمان بارينكمال تشينجز جوه تقريبا سيكويلي للامبوليزم نفسه. بالظبط كده، بالظبط كده. يعني ده منظر الانفاركت في اللنج، بتبقى اوقات ويدجت شيب او بريفلال برولال بيزد بهذا الشكل. ماشي، طيب حد يتخيل سيناريو كده ايه اللي حصل للعيان ده؟ حد يتخيل ايه هو، ايه اللي حصل الاول؟ الرابشر انيوريزم في البرين اللي حصل الاول وعمل ستاب اراكونويد هيمريدج، ولا البلمونر امبوليزم اللي حصل الاول؟ بالمنطق دكتورة، هو البلمري امبوليزم حصل الأول، فحصل انكريز للتنشن للهايبر تنشن، فعمل انوريزمال رابشر. ده هو ليه البلمونر امبوليزم يعمل هايبر تنشن؟ انه هيعمل كونجيشن تقريبا، كونجيشن فين؟ ممكن يا دكتور يكون العيان كان من الاساس بالمونري امبوليزم والانيوريزم كانت موجوده وهو ما يعرفش، واذا سيكولي اوف ثرومبوليتيك ثيرابي مثلا حصل ان الانيوريزم ربشرت. بالضبط، ممكن وهو الثرومبوليتيك تريتمنت ترابشر الانيوريزم ليه؟ يعني انا افهم السيناريو ده لو كان حصل انتراكرينال هيمورج للعادي، لكن هو في انيوريزم، واخدين بالكم؟ يعني في انيوريزم، انا تصوري ان العكس هو اللي حصل، الانيوريزم رابشر وحصل هيمورج، فهم بيحاولوا يدوا حاجات توقف البليدنج من الهيموريد على بال ما يعرفوا هو ده دخلوا اللي انت انترفنشنال، فالدوز ما ظبطت فعملت امبوليزم، عملت هنا ثرومبوس. انا شايفه ان ده منطقا اوقع. الفكره بقى انه لما العيان ده جالنا على انه رابشر انيوريزم اند ذات ست، ما كانوش يعرفوا ان عنده بالمونر امبوليزم، رابشر انيوريزم، سوري انا قلت كده مظبوط؟ يعني هو جايبه مشكله البرين وعامل ام ار برين وبعد كده عمل سي تي انجيوجرافي للبرين، هما ما عندهمش اي مش مدين حوالي زي ما احنا بنقول بالمصري كده، هما الكلينيكي ما عندوش اي فكره خالص انه في مشكله في التست، ولا في مشكله في الـ ولا في مشكله في الـ في الـ في الانجيو، ولا في، وسوري، ولا في مشكله في البالمونري ولا حاجه خالص.
حتى هم لما قلنا لهم ده اتس ان امرجنسي عشان البلمونر امبوليزم، قالوا لنا لا ده انتم ملخبطين مع حاله تانية، احنا بنكلمكم على حاله السب اركنود هيمريج، واخدين بالكم؟ يعني هم ما كانش عندهم تصور ان في بلمونر امبوليزم. دي كان اول تعامل ليهم مع، او يعني اول معرفه ليهم انه العين عنده بلمونر امبوليزم، ماشي؟ فدي من هنا بقى ندخل في، هي دي ده طبعا مش التكنيك البرفكت بتاع البلمونر امبوليزم، احنا اصلا كنا بنعمل عشان الايه؟ كنا بنعمل علشان السب اركنود هيمرج، ماشي؟ فدي حاله فيها البلمونر امبوليزم ظهر از ان انسيدنتال فايندنج في حاله سيتي انجيوغرافي للبرين فيها انيوريزم وفيها رابشر وكده. الحاجه دكتورة الثانيه اللي قبل ما اسيب القصه الاسراء توريكم الحالات، العيانين الكانسر اللي هم بياخدوا كيمو ثيرابي سبيشالي اللي هم بياخدوا ال اسباره، ال اسباره معروف جدا ان هي تعمل ساينس ثرومبوزس في البرين، لكن كمان ممكن تعمل بالمونري امبوليزم. وكان في حد من الزملاء عمل بيبر على الانسيدنتالي ديسكفرد بالمونري امبوليزم في الكانسر بيشنت، يعني عيان جاي يعمل سي تي فيست لاي سبب له علاقه بقى، بيدور على ميتاستاسيس، بيأسس بأي تيومر من أي نوع، ونلقى عنده انسيدنتالي بالمونر امبوليزم. دكتورة فالبالمونر امبوليزم مش لازم يكون مبعوث لك العيان، طبعا يكون احسن لو هو الكلينيشن شاكك في بالمونر امبوليزم، وده اليوجوال سيناريو اللي بيحصل. بس في اوقات بيبقى زي ما انت شايفين كده، الكلينيشن ما عندوش اي فكره عن ان ممكن يكون بالمونر امبوليزم، وانت اللي تبقى اول حد تشوفه. فمن فضلكم ما تهملوك ابدا، ده البلمونر امبوليزم دي حاجه فيتال، يعني if not treated well دي حاجه فيتال، دي ما هياش حاجه واول ما تشوفها لازم emergency على طول تبلغ الكلينيشن، دي من الحاجات الريد فلاجز اللي ما ينفعش نفوت. دكتوره اسراء، الدكتورة الأسبوع اللي فات الدكتورة حالتين، كان حد جاي يعمل ترافيزيك سي تي للليفر، حد عمل بنكرياتيك بروتوكول، الاثنين بنفس اليوم والله عندهم بالمونري امبوليزم اكسدنتلي ديسكفرد. ففعلا كلام حضرتك الكانسر بانكرياس بالمناسبه من الحاجات اللي فيه ان هو بيعمل ثرومبو امبوليزم، يعني حتى لو بتاع كده في الليج بيعمل فيها ثرومبو امبوليزم، فدي من الكانسر بانكرياس بالذات دونا عن بقيه الكانسرز، يعني الكانسر بانكرياس بالذات. طب عاوزين نشوف الحالات دي بقى يا دكتوره ابيان، ما انت لك حالات كويسه، عاوزين نشوف الحالات دي بقى، حاضر ابعتها لي. حاضر حاضر يا دكتور حاضر ماشي دكتورة إسراء، أنا سايبة لك الشير مفتوح، تقدر تشير السكرين من عندك، لسه بتتلمس أولى خطاها يعني في عالم الأشعة، وأي هوب إن أنت تلقي العالم حلو. هتقول لنا بس إيه بريف كده الأناتومي بتاع اللنج، وفي شوية ستريس على الأرتيريال سبلاي، عشان ناخد ده كمدخل زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت ان احنا هنبتدي دايما بالاناتومي، وعلشان نعمل الاناتومي يا شباب، يعني انا ايفن على مستوى ام دي في امتحانات ام دي بلقى ان مشكلة، ان في مشكلة في برضه في مشكلة عندك يا ندى في الشيرك، ان بقى حتى على مستوى امتحانات الام دي، مش بس الماستر ومش بس الزمان، ايفن ناس توصل لمستوى دي، وعلى فكره ناس شاطره بس عندها كونفليكت في الاناتوم. الاناتوم يا شباب هو اهم حاجه في الراديولوجي، يعني الراديولوجي من 1 لـ9 اناتومي ومن 9 لـ10 باثولوجي. لو انت عملت لوكاليزيشن للليجن مش مظبوط، بالتأكيد نسبة إن أنت تغلط في الباثولوجي بتاعه أكتر من 50%. فأرجوكم نهتم جدا، يعني الشباب الصغيرين يهتموا جدا بالأناتومي، والشباب الكبار تهتموا بالأناتومي. كل ما تيجي تذاكر موضوع راجع الأناتومي بتاعه الأول، ماشي؟ كل ما تيجي تذاكر موضوع راجع الأناتومي بتاعه الأول. اوكي، اتفضلي. مش انا اسمي ندى طارق، جونيور جديد في الاسم.
طيب احنا النهارده بنتكلم على البالمونري امبوليزم، فدكتور عايده كان رايها ان احنا نبدا الاول بالاناتومي اوف ذا لونج. لما نيجي دلوقتي نتكلم على الاناتومي اوف ذا لونج، دلوقتي احنا على السكرين شايفين الصوره اللي على الشمال خالص، ده اكس راي بوسترو انتيريور فيو. الصوره اللي في النص ده سي تي. بيفصل ما بين التو لانجز، طبعا احنا عارفين الهارت والميديستاينم، وكل لانج تبقى سراوندد باي تو للفلورا فيسترال اند بريتال فلورا. صوت واضح ولا ايه؟ واضح يا حبيبتي، كملي. راح حاجة بسيطة بس رجع تاني، كملي. تمام. طيب بنتكلم انه اناتوميكلي اللانج بتتقسم لي رايت لانج بتتقسم لي 3 سيجمنتس، اللي بيقسمها ال 3 سيجمنتس دول 2 فيشرز، ميجر فيشر او اوبليك فيشر وماينور فيشر اللي هو ترانسفيرس فيشر. الميجر فيشر والماينور فيشر بيقسموا لنا الرايت لانج انتو 3 سيجمنتس. الليفت لانج بتتقسم عندنا ل 2 سيجمنتس بال الصوت قطع، الصوت قطع. كملي 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 يا ندى، احنا سامعينك حبيبي. ماشي، احنا بنتكلم انه الرايت لانج بتتقسم ل 10 لوبز والليفت لانج بتتقسم ل 8 لوبز. فكره اللوبز انه بتخلي كل لوب من دول سيبريت بالبلاد سبلاي بتاعه بالمونري ارتري والبرونكس اللي بتبقى رايحه له. ما انت فان كيس انه تقصدي بيحصل سيجمنت لوبكتومي مش مثلا ما لوب. تبقاش ديبندنت ندى عليها كل ندى لانج. ندى ندى طيب ثانية واحدة، ايه انت اللوبز بتاعت تقصدي الرايت لانج؟ زي سيجمنت مش لوب، يعني الرايت لانج 3 لوبس والليفت لانج 2 لوبس صوتي قطع بس هحاول اسمع مش ان شاء 10. الله. انت تقصدي هو انا سمعت صح يا شباب ولا سمعت غلط؟ هو الرايت لانج 3 لوبس والليفت لانج 2 لوبس. هو انا الصوت بيقطع قوي، انا سامعه ان حضرتك بتتكلمي يا دكتور، انا اسفه بس مش عارفه اسمع فين الجمله ايه. طب كملي انت، كملي انت. لا مش انت، انا انت. هو شباب انا كنت سمعت طيب أنا غلط كنت ولا بتكلم في إنه اوكي جون